او من بعد ما درنا الروند ديالو. سرجم درنا تما صغير لاحظوا الزوايا. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله تابعوا معنا كيفاش غنخدموا هذا البلاكو ديال هذا الحمام. هذا يكون روند وغادي نخدموه ان شاء الله بطريقه بلا جدري، وتكون طريقه جميله ان شاء الله. وتابعوا معنا الطريقه ديالها ان شاء الله. اذا اول خطوه كنبداو بها هو اننا كنشدوا الميزان على البلاصه اللي غادي نبداو منها الروند ديالنا. فين غادي يبدا؟ هنا اختارينا ان يبدا من فوق الباب. هيا من هنا غادي يبدا. وتابعوا معنا دابا الطريقه. من بعد ما كنحدوا الميزان ديالنا في البدايه ديال الروند ديالنا، بما اننا ما غاديش نخدموا بالجدري، غادي يمشي هنا بالحديد. غادي يمشي بحديد ديال 6 داير كل 20 سنتيم، غادي تمشي حديده او كل جرة تمشي عندها حديده ديالها. اذا كيفاش غادي نعرف العبار ديال هذه الحديده هذه اللي غادي تمشي عندي روند هنا؟ باش غادي نعرف القياس ديالها، باش غادي نعرفه هو اننا غادي نعبروا العرض ديال الحمام هو في 2 متر و4، وغادي نعبروا العلو ديالو النصف القطر ديالها غادي نعرفوا شحال فيه. هي عندنا هنا 64 سنتيم. اذا باش غادي نعرف العبار ديال الحديده هذا باش غادي نقطع، تابعوا معنا الطريقه ان شاء الله. الخطوه الاولى باش غادي نبداو نجيبو حديده كتكون كبر من القياس اللي عندنا. يعني مثلا غادي حنا دابا مثلا عندنا بين 2.60 2.70، حنا كنديرو مثلا 3 متر او 4 متر او شحال ما يكون فيها، تكون طويله. اذا الخطوه الاولى هو اننا كنجيو كنطراسيو التراساج الاول هنا من القنت، وكنديرو 2 متر و4 ديالنا على حساب العقد اللي كاين عندنا. ديال المتر و 4 سنتيم، هذا هو العرض ديال الحمام. المنتصف ديال 2 متر و 4 هو متر و 2 سنتيم، ها هي هنا متر و 2 ديال السنتيم. إذا من هنا عندنا 64 سنتيم هنا في العلو ديال القوس، ها هي 64 سنتيم. 64 سنتيم. إذا هذه الحديدة اللي جبنا طويلة، غادي نوقفوها في النقطة الأولى، غادي نوقفوها. واليد ديالنا غادي نسالي في النقطة الثانية، ولكن غادي نحاولوا ندفعوا الرون حتى يقيس 64 ويسالي هنا. إذا هذا هو الرون ديالنا. إذا غادي ناخذ القياس هذا، غادي نقطعو وغادي نعبرو، والحديد كامل ديال الحمام غادي نشوف هذا القياس هذا. إذا في هذيك غادي نحسب شحال كان ديال الرون. غادي بحال دابا عندي 15 ديال الجرة، غادي نعبر 15 ديال الجرة ونزيد جوج ديال الحديدات هي 17 حديدة غادي نقطع في بصلاطة. ها هو القياس. إذا غادي يكون عندنا فيها 2 ديال المتر و 48 سنتيم. من بعد ما كنعرفوا الحديد اللي غادي يمشي لنا روند كامل، كنعرفوا هذا الروند هذا هو اللي مطراسي هنا، كنعرفوا الروند الحديد ديالو شحال فيه في القياس. كنجيو هنا المنتصف، كنعبروا المنتصف فيها 2 متر و4، اذا نقلبوا هنا على متر و2 ديال السنتيم. هنا كنطراسيو متر و2 ديال السنتيم. كناخذوا ميزان الماء او ميزان الليزر، دابا حاليا عندي ميزان الليزر ما غاديش نحتاج ميزان الماء. كناخذوا ميزان ديال الليزر. كنمشيو يطلع لنا ميزان في التراسة اللي تراسينا. من بعد ما كنرصيو من بعد ما كنديروه في المنتصف مباشرة، كناخدو 64 سنتيم ديالنا اللي قلنا في الأساس في الأول، هاهي 64 سنتيم، وكنديرو الصبغة وكندخلو فيها حديد كيمشي حتى للخنس، وهي نفس القياس كنديروه هنا. هاهو حتى هنا نفس القياس 64 سنتيم. من بعد كنمرو للمرحلة الثانية، كناخدو هنا 20 سنتيم في 20 سنتيم في 20 سنتيم، حيت دابا هنا ما غاديش نخدمو بالجبري، وكتاخد هنا 20 في 20 في 20، وكتوقفها كاملة كتطراسيها بميزان الماء أو ميزان الليزر، كتطراسيها كاملة 20 في 20 في 20. الدور ديال هاد 20 في 20 في 20 هي اللي كتضمن لي بلي هاد الروند كيمشي ميزان. إذا بحال دابا 20 الأولى، إلا كانت هنا عندي 33 سنتيم، خصني حتى 20 الثانية هنا تعطيني 33 سنتيم. هاد 20 الثانية إلا عطاتني 50 حتى هادي تعطي 50، وهادي إلا عطات 60 خص حتى هادي تعطي 60 باش كنضمن هذاك الحديد اللي غادي نديروه ما يمشيش عوج.
وبنفس الطريقه غادي نديرو الحديده الاولى كتمشي هذه في المنتصف ديال الدوش، هذا هو اعلى نقطه كاينه في الروم، وغادي نديرو وحده او جوج في القناه كنشدو عليهم. تابعوا معنا دابا الطريقه كيفاش غادي نفيكسيهم بلاصتهم. واخا هذا دابا حاليا طلقنا هنا، ولكني راه ما عرفتش الميزان ديالو. الطريقه باش نشدو الميزان هو ان خصو يمشي مستقيم، يمشي داير ويمشي وما يطلعش فيه. اذا غادي نجيبو عنده اللايزر، واللايزر لهنا باش كنشدو له الايكير ديالو اللي ها هو، وكنجيو لهنا كنشدو هنا اي هنا كاين 23 اونص. اذا غادي خص حتى هنا تعطيني 23 اونص، اي هنا عطيني 21 اونص، خصو يطلع بجوج سنتيم. باش يطلع بجوج سنتيم خص هذا يتجر عند الاتجاه. باش نجرو هنا اما نديرو سلك فلاكو واما نديرو سلك هنا باش غادي يتجر 23 اونص.
بعدين دابا من بعد ما كملنا البني ديالو قبل ما غادي نبداو في التلبيس ديالو خرجنا هنا الكهرباء ديالو على حساب الاضاءه، ولكن هنا خرجتهم غير بطريقه عشوائيه يعني مازال ما خديتهمش الميزان ديالهم. هما غادي يكونوا اربعه ديال لي سبوت في السقف وكاينه واحده لهي في المنتصف، هذيك راه في المنتصف معبوره. غنخليو 60 سنتيم بعيده على الحيط من هذا الاتجاه و 60 سنتيم من الحيط داك الاتجاه، وخصهم يمشيو الميزان باش ناخذوا الميزان ديالهم. غنشعلوا اللايزر غادي يعطينا على حساب 60 سنتيم وغادي يعطينا الدوره كلها موزونه وغادي ناخذوا على القياس. تابعوا معنا الطريقه ديالهم ان شاء الله. وكما كتلاحظوا بعد ما كنثبتوا الليزر هذا ها هو هنا راه الميزان، فقط غادي خصنا نعبروا غير من لهنا لهنا 60 سنتيم. هادو غادي خصهم يطلعوا لهنا وغادي نعبروا 60 سنتيم من لهنا للحيط.